اللي يقول لي أغازلها، قلت يا أخي أترضاه لأختك، ترضاه لأمك، أنت لو سمعت أن أختك تغازل لها شاب. الشاهد يعني أن نظرة الشاب إلى الفتاة اللي إن صح التعبير تعطيه وجه وتتجاوب معه، أن هذه فتاة دنيئة لا تستحق أن يتزوجها وأن يقيم معها علاقة زوجية شريفة وأن يرزق منها من أولاد. حتى إن شابا من هؤلاء كان طالب عندي في الجامعة قبل سنوات، وكنت أنصحه كثيرا لكن ما يقبل النصيحة. الشاهد بعد ما تخرج بثلاث أربع سنوات جاء إلي يريد أن يستعين بي في البحث عن زوجة صالحة مثل ما يعبر. فقلت له بالله عليك أنت تريد زوجة صالحة؟ أنت عدد الفتيات اللي تعرفني يمكن 100 فتاة إلى الآن، يا أخي شوف واحدة من هالبنات اللي كل ليلة بتزوجك وما أفكر في غيرك تزوجها. تدري ماذا قال لي؟ قال يا شيخ أنا أتزوج بغي، طبعا جابها باللهجة العامية، يعني يعد الفتاة التي تعطيني مشاعرها. لأن ترى يا أخي يعني كما أن من الفاحشة الوقوع بالفاحشة المعروفة بالفرج، كذلك من الفاحشة الكلام المعسول، العين تزني، اللسان يزني، الأذن تزني، اليد تزني. هو يعدها الآن وهي تعطيه هذا الكلام اللذيذ، هذا نوع من الزنا. صح أنه ليس الزنا التام بالفرج لكن نوع من الزنا. فيعد هذه الفتاة اللي الآن تعطيني عواطفها، أنا لا أثق غدا أنها تقع مع غيري في مثل ذلك.